يا ده الليل والنهار اللي واحد عمال بص بقى يا جدعان، انا جاي في مصلحه وهتكل على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انتي وبرنس عفان، ماشي؟ انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هي 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 هي. من انت؟ انا اللمبي. حسنا حسنا، اقتلوا هذا اللمبي. اقتلني ايه؟ اوعى يا عم الحاج، اوعى يا ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى دول، اصحى اصحى لما نحقق يا عم الحاج. ها حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتلهم. انا لا اقتل النفس ايها الامير، الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. النبي ليلتك عسل والله، النبي عسل ان شاء الله. هي 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 ابو خلود يا جامد انت. هي اتفضل. فنون دي فنون شعبية، ده فنون شعبية. محمود رضا دي، محمود رضا انا هنا معاكو.
كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف مره انا الواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا. سلم بي. ليه؟ ما هي السونجا؟ السونجا السونجا هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا يعني. سفوريا حته كده مبرططه وحلوه. عجل عارفه. اكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فروحت ظرف وانا بقى من تحت الباطو كده وطلعتك ورحت جايبها له. الدم ده بقى ايه؟ نفوره. ورحت ظابطها له من تحت فراح ظبطت الدنيا. حببت انت اهو. ومات. ومات من ده زمان. هذا الشخص لا ده هو لسه بيفرفر لحد الوقت. الدم رفير. واو مديه. كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا جدا. بيه. سلم بي. يس. ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سيرلم بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شطه كده ده حلو قوي. اجل ده السلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى رائع. ندوه رائع سيرلم بي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ايه؟ يا الحرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد؟ هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصوت بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد لجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكل مصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. مصر ايه؟ مدينة نصر؟ مدينة نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر. ايوه وعباس العقاد. حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا احلى سلامة عبد على الطاير هيك. سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي. أموت أنا في القطط السيامة. هي. هي. سير لومبي. انت ايه هتعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى اهدى. دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم ملخ. انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا. انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ استنى قوي حببت انت اهو. ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا لني مدرب كونغ فو جديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟
خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوه لازم تخرع اللي قدامك. ما تضايق كده. انا عايزكم تمسكوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات الحلول. ونحن ماذا سنفعل يا القائد؟ ها؟ ماذا سنفعل؟ نحن ماذا سنفعل يا القائد؟ لا اصلك في حته بقى، انت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا ايه؟ ها؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض انتوا؟ اخوان. انتوا اخوان؟ ها؟ اخوان؟ ايه؟ لا ده انا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم. هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجاله؟ مبدئيا دلوقتي انا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في ايديكوا على الارض. ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده. خلاص؟ خش عليه. انت بالنسبه لي هتروح مديله بالركبه ببطنه. وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص؟ يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده. ها؟ تعمل ايه؟ التهويش اوعى يا كده. اوعى يا. ايوه. انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت. ماشي؟ يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع تروح تهفف وكده. ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك. وانتوا ضربوا ببعض. خلاص؟ يلا. شغال يا عم الحاج. ايوه. اضرب بعض بجد. ايوه. حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي. التفه دي عجباني والقلم والركبه دي. بس خلاص. خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قلة الأدب. هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه 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 ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمك فيها جسمي انخلص اسمك فيها جسمي كده يا كده اصحى للنون اصحى للنون ايه ايه طلع لسانك كده ايه 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 يا ابوك الفارس. نعم. هذا هو هريسة. ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي. هريسة حبيبي. اسأله في اي اوضة. اسأله في اي اوضة لحد ما خلص. امرك ايها الفارس. يلا. حبيبي عم هريسة. هجيلك انا. يلا يا ليش تميات. لا 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 على ابوكو. يا ابوكو. حديك بقى حمدان. حديك بقى حمدان. اخليك تروح كربان. خليك تروح كربان. وهوب فوق. وهوب فوق. لو ليك الشوق. لو ليك الشوق. وهوب تحت. ايوه الفارس. نعم. لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. 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 اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور. اقف هنا دربهم. اين تذهب ايها الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا اهو. يلا. حمكك اهو. يلا. قول. ايه يا؟ ايه يا؟ ايه يا؟ ايه يا؟ ايه يا؟ مولاي حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك اوعى لغزك. كفى. لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. هاو هاو مولاتي. اكمل. كا
كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. 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 إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا الليمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي بعض البونبون. أمر اسمك فرودو. بونبون سيما. هريسة والكنز. نحن في حاجة إلى عتاد الجيوش، وهذا الكنز سيكون عونا لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضربا من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن، اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ لم أكن قرة عينك. لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني. بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه، وأنت ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي! لا تذكري أفروديت أمامي، فهي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آيفينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك أدوف على النبي. هو هريسة فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين؟ المكان ده لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي سير لمبي. مولاتي الأميرة
تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا أنا أمعى أمعى أنا يا فايز يا أولادي. شكرا كده. دستور سيدتي ما أعرفش أنك في ساعة الكليولة. تعال إلي يا سير لومبي، فأنت الآن في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن yeah. ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. يلا أصبر، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب. أنا إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير أي هذا أي خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. انت مره لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد ايه بقى؟ واضح ان هو راجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحه بدون وجبه. من اجل هذا ساضع يدي في يدك. ايوه. لقد خبأت عريسة في مكان امن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. حقا يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها معي الأمير. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. فين المرة المجنونة دي؟ متنسى كده هو يضربي كده موت لعجيه كده. ده حرامي اللي جاي يسرق البط ده ولا يا حرامي؟ أعطتها يعني؟ أظلمت البط دلوقتي؟ انت حراري؟ انت حراري ولا ايه؟ كنت وريني البط، انت مين يا واد؟ انا سليمان الطباخ. ايوه عايز ايه يا سليمان؟ قطط هان، اظغط البط دلوقتي؟ هما كام بطايا؟ اتنين. يا كذاب، ما هم تلاتة هم. اتنين، تلاتة فين؟ اللي في النص دي ايه؟ اللي في النص يا قطط هان يبقى انا سليمان الطباخ. البط اللي في النص بين البطايتين؟ ايوه. والنبي يا ابني معرفتك وسطهم، ده انتوا التلاته يا خالي يا الماضي. طب بص، انت هتاخد البط ده تزغطه بس حميه وفهميه الاول وحط له ريحه. يلا امشي. ماشي. يلا. حاضر يا ست. يلا يا جريده. حاضر. ممكن في حد واقف هنا يا نبي؟ ده الشيف يا قطط. شيف مين؟ الشيف. ايوه عرفت جريده. شد عيوه وجريده. خلاص مش قادر، ضهري وجعني يا قطط. يا بنتي ما هو ده اللي هيخلي وحدتك في المطبخ وتربيه العيال تبقي ستي واقفه زي الاسد. بصي انزلي واعملي كده اهو. كده معاه احمد. ايوه. ما عملتش الا يا كان ايه لازمته يا اختي؟ محنبكها قوي، ما كنا جبنا عيش جاهز وخلاص. يا ولية انت بتطلعي فجأة لما نساك انتي موجودة، بتطلعي فجأة كده ازاي؟ كنت انت اللي بصي، انت اللي بوظتيها بوشك المعجن ده، انت اللي بوظتيها. كنت عايزاني اعمل لها ايه؟ كنت علمتيني زي تيتا قطاطة كده بتعلمني.
بسم الله عليكم وعلى عدوين كده عادات الحلوة الجميلة الزكارة يخدي 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 تتك منين جي تعرفيها منين؟ انت كده هتبرقها علينا وتدخليها في وسطنا دي مسجونة نصابة براحتك اهري كده من اللي هنا سيادة القصر تتا اتا اتا تتا اتا اتا جاك تدا في نبوكك تخش بحلقك تبرقها لك ودانك تتا يا بيت وانت هتعمل لي نفسك صغيرة ده انت عدي ستة وستة وستة امي من ايام الفراعنة انا زيك ولا ايه؟ وبعدين عايزانا اقولك ايه يا بنية انت ما تقول ايه؟ قولي يا بيت لو عندك حاجة قولي يا حسين ووريني يا بني ايه؟ يا مسجون بس بتسر مامك ازاي؟ بس يا عواطف عيب اللي دخل النصابة دي هنا ماشي وحياة عمك بصي اقولك على حاجة انت عايز عدد انت يا ودي انت بتقعد اللحظه فيا كده وانت صغور لي كده ليه؟ الخالق الناطق امي بعد ما اتحرقت اتحرقت؟ بك عادي ارجل في جنابك اتحرقت ازاي زي حبيبي سحنا كده اصغر اخواتك شفتي؟ عشان معثره فيك ايوه انا اصغر اخواتي ما في سته كبير يعني لا تمانيه سحوطه سابوها ورموها في عندنا في البلد في اوضه اللي سافر ليبيا واللي سافر هنا وهنا وهنا بس انا ايه؟ قلت لها انا لازم حاجة على امي واخدها ولازم تقعد معايا ولازم اشوف وظيفة تدير لي دخل ثابت عشان ست الحبايب دي عصين يا واد عصين امار ابن امك امار مجمع ورحت رايح ومتطوع في الداخلية حلو ورحت واخد امي على الاوضة الجديدة ورحت متجوز بنت حلوة كده عشان تخدمها وجبت في الجهاز بوتاجاز حلو ساهتنا بالليل امي وقامت تلعب في البوتاجاز يا اختي البوتاجاز انفجر في وشها مين يا ماتت ازاي اتحرقت البوتاجاز انفجر فرتك كده اهو البوتاجاز ايه فرتك في رغيف يعني ولا ايه لا في رغيف ايه يعني اتحرقت خالص ماتت خالص كده اهو ويا ساكنك انت اللي موت امك لا وربنا مانا ويا انت اللي موتها دي كانت حبيبتي طب انت جايب البوتاجاز لمين لمراتي تطبخ عليه طب انا خلي امك تلعب في البوتاجاز ما هي اول ما شافت البوتاجاز امي اتلهت قامت تلعب فيه بتولعه انفجر في وشها يا ساتر يا رب ماتت تاني مره يا لهوي على فكره انت اللي عامل العامله دي وما غضبان عليك عشان كده خلي شكلك وشك كده تفتكري ايوه لو ري عليك وشك هيبقى زي بني ادمين ودي ايه الزياره اللي من غير مناسبه دي ابدا انا كان عندي مشوار هنا جنبك كنت بزور دكتور صديقي قلت عدت عليك هنا ما كان عمل بقبض عليه فلوس ربنا يحاسبنا عليه لو ما اشتغلتش بالفلوس دي هو ما فكرتش ليه في حساب ربنا وانت بتفتري على قطاطة وتبهدلها وتمرمط بكرامتها الارض انا حر يا اخي في شغل سجينة عندي وانا حر الولية عاملة صوابعها العشرة شمع عشان خاطر لميس اللي ما حلتكش غيرها في الدنيا ولا دي كمان ملهاش اعتبار عندك انا الاعتبار الاول والاخير عندي للقانون الست طيبه وبتعمل خير لكل اللي حواليها كل الحكايه ان المساجين شادين حيلهم معها فعايزاك تنصفها منهم وبعدين يا عباس ما تنساش لولا قطاطة ما كانتش اللي اسمها سلامات دي قاعده هنا وكان زمانها في سويسرا ومتبغددة وجات لها الفرصة على طبق من ذهب عشان تنتقم من قطاطة اللي خدمت
صباح الخير يا ابو علي. صباح الفل ام محمد. الو ايوه مين مين؟ الله ده انت مسجلتيش الرقم بقى عشان كده ما كنتيش بتتصلي عليا. معلش يا معلم دقدق. معلش يا اخويا انت عارف مشاغل الدنيا والتلاهي واللي الوقعه السودا اللي فيها الوضع عبد الله كمان دي وضع قلبي عليه قوي ملهياني والله. لهياكي وسايبان انا كده؟ طب اديني بتكلم اهو يا ست. هتعملي لي ايه بقى في الورطه اللي ابنك حاطيني فيها؟ انا والله هحاول كده من سلقط ومن ملقط اجمع لك 2000 جنيه. 2000 جنيه وحدهم لك بنفس راضيه. يا اخويا ربنا يبارك لك فيهم بس ادعي لي اعرف اجمعهم. هو ادعي لك عشان هتديني 2000 جنيه ليه؟ وابنك ضايع عجله؟ ده توك 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 يا حاجه بتلات عجلات. طب يا اخويا ما تتكلم عادل، يعني انا مش فاهمه انت تقصد ايه. يعني انت فاكره ان انا هسلم ابنك توك توك بالشيء الفلاني من غير ما اضمن حقي؟ ده انت تبقي ساذجه قوي. تقصد ايه؟ انا مش فاهماه. ابنك ماضي لي وصل امانه ب 20,000 جنيه. ليه يا اخويا؟ وابني يعمل كده ليه؟ اهو عامل يا ستي. وبعدين ده موضوع عائلي بينك وبينه، انا اللي خصني يا ست عواطف فلوسي. هتجيبيهم ولا هنعمل ايه؟ خلصي بقى ست عواطف انا مش فاضيلك. ايوه ليه كده يا ابني؟ ليه يا عبد الله تعمل في امك كده؟ يعني انت كل اللي تعرفه عن عم صالح مجرد مكالمه تليفون؟ بالظبط يا باشا، لكن ده بياكد على وجود دليل زي ما ثانيه بتقول. طب انا عايزك بالظبط تعرف لي فين عنوان عم صالح ده. والله انا كل اللي اعرفه عن عم صالح انه ليه ابن احتمال يكون عايش معاه، واحتمال يكون متجوز، واحتمال يكونوا عايشين بره، واحتمال ما يكونش ابنه اساسا. انا كمحامي ناجح لازم احط الاحتمالات كلها جنب بعض، الاحتمال القوي يفرض نفسه. انا احتمال احطك في السجن وما خرجكش ابدا. انا عايز معلومه صريحه وواضحه. واضح؟ واضح يا باشا. وانت يا سميه؟ امرك يا باشا. انا مش عايز اطلع تعرف اي حاجه من اللي بيحصل ده. حاضر يا باشا. ولا اي حاجه؟ اي حاجه؟ لانها لو عرفت هتبوظ لنا كل اللي بنعمله ده. الله معاك حق يا باشا. انا نفسي كانت هتحبسني شخصيا. حضرتك اضمن لي سكوتها اضمن لك براءتها. انا شخصيا اضمن لك ان انا كده كده هحبسك انت. واضح؟ بموت في قسوة سعادتك يا فندم. في ايه؟ قسوة سعادتك. انت يا بنت انت منكوشة. انت يا بنت خدها بنت هنا. والنبي وصي والنبي قطع خبرك. انت يا بنت. هتبقى عاوز الكلام اللي انت سامع صوتي وما ترديش عليا. فين يا بنت فين الشاي باللبن والبطاطس؟ فين البطاطس؟ والنبي لو ما تعادلتش انا غيرك. انت بابا ولا لا؟ الفلبينيات من البلد. اي فلبينية تيجي تاخدي فلبينية فين؟ اي فلبينية اللي كنت بتروح فين يا بنت؟ اي فلبينية تيجي تاخدي فلبينية بالجزمة وانت تطلعي بره؟ انت بتعرفي ان انا بنتك عندنا هنا. انت بابا ولا لا؟ ما انت ما بتردش؟ هو ده اللي عند بابا اهلك؟ ها؟ انك ما ترديش على اختك الصغيرة؟ بص عليك وعلى تربيتك ملعون ابو البطن اللي سادتك على القطر اللي جابك كان يغني التالي. انت زعلانة مني؟ ها؟ خرب بيتك ده انت طلعت بني عدم وبتحس. افرض يا بنت تفتكري ان انا عامل عليك ست بيت ولا سيدة القصر؟ لا نحن كلامة زي بعض يا عبيطة. انت بس يعني شوية كده بقك عايز شبشبين اضرب كده. يا حاجة كده يا بنت قوليلي بقى ايه اللي بيكي بقى؟ في حد غرم بيكي وخليك في الغمر وخلي بيكي؟ مفيش؟ طب هو مش عايز يعترف من بطنك؟ طب اعملي شيء نسيء عارفه ده؟ عارفه؟ تيجي تيجي اللي هو بيعرف الاب مين ابوه والام مين ابوهم الاثنين.
عباس عمل كده؟ دخل عليك بيدي في المطبخ ويشرب من المية بكده ويعني؟ وكده رزك بعضك بس تتكتب من عضنك بس ايوه يا بنتي كملي قطعت عندي خرب بيتي بس يا ستي وهو شغال على التوك توك 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 فتح اراجوز اراجوز امال ايه سواق على التوك توك سواق على التوك توك ايوه بيشغل عليه تاكسي يعني صغير اللي بيجري في الحواري ده عارفه ايوه بعدين قطاطا بقول لك ايه يا حبيبتي انا اللي فيا مكفيني خلاص بقى مش ناقصاك يا قطاطه ركزي معايا يا ايه اللي جاب انا جاي اسرع عليك هتقلبي عليا ايه اللي جاب التوك توك للاراجوزا انت بتضيع غدار عامل والنبي الله كملي خلاص خلاص كملي كملي لك ضربه الدم كملي المهم ايوه انت عارفه الكار ده في اللي بيبيع مخدرات وفي اللي بيثبت الناس وياخد اللي في جيوبهم انت يا بنتي مش قلتيلي ان الواد ابنك عبد الله ده صنايع لموتال قد الدنيا ده ما زعلنا شغلانه تاكله الفهد الشغلانه بقى يا حبيبتي اللي تاكله الفهد دي بيشتغلها يوم ويريح جنبها اسبوع دي بيعيا كتير يعيا ايه يا قطاطا مفيش شغل ايوه 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 كملي كملي قلنا ندور له على سفريه مفيش لا لقينا سفر بره ولا شغلانه جوه وانت عارفه السن ده له طلبات كتير ما كنت هتقولي لي على السن ده خصوصا لما بيوصل سن الرشدي الويت من دول يبقى بس في الشارع بيبص لاي فرخه قطيعه تقطعهم كملي يا ضنايا كملي تقدر بالدم عبد الله يتيم مجموع. وانا لا ليا اخت ولا اخ استشيرهم ولا اخد بنصيحتهم اسمعي يا بنت ما تكلمي عباس بيه لا يا قطاطه اريح كويس اكلمه ايه اسكتي يا بنت كلميه وفريقي ده ما هو داير جاي رايح جاي في البنده كده بزوره ده كلميه شوف لك اي شغلانه من الواد عشان حتى يحبسه الا عباس بيه ده انا عندي اموت ولا اطلبش منه حاجه يا بنت انت هتطلبي منه ترقصين وستريبتيز انت هتطلبي منه يشوف لك شغلانه للواد انا من يوم ما حطيت رجلي هنا في الفيلا وانا باخد حقي تالت ومتلت بزور. دول مغرقيني في خيرهم باب يا اختي هاتي تقل زيني امي في الخير بتاعهم قبل ما تغرقي بحره بقى والنبي انا حاسه كده من اول مره شفتك فيها قلت البنت دي عبيطه وهي صغيره انت ايه يا بنت انت شفتي بقى وتروحي جايبه الصينيه وجايبه ايوه ومع وضع الرمري وتروحي زرقه السما البلدي في حد الكشكشي وتتعمل الطبخه كده ده ايه بالظبط بقى؟ قطعت سفره؟ انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ لا والنبي ده انا كنت بعلمها ازاي تعمل الحبابشي حبابشي؟ ايوه كنت معلمها ازاي تعمل الحبابشي في الفينو فينو؟ الحبابشي فينو صغير كده التاني دوكه من المنبر اللي ما دامش عمال كده اهو حبابشي فينو مش فاهم انا يعني انتوا قاعدين هنا بتعملوا ايه؟ النبي حقك احنا فعلا قاعدين في املاكه مش تقولي يا بنت ان احنا قاعدين في عرض اللواء سلام عم طافي هو ده الكلام يا بكير خد يا اخوي ايوه ست عواص حاجه على ما اقصد كده ايه ده لا ما تكسفليش ده ايه ده الحمد لله الخير كتير والله حباس باشا مش مخلينا عايز حاجه ده حتى في السجن بيلاقيني مهبط بيجيب لي شاي بحليب وبسكوت دي مش ليك يا راجل دي للبيت انت يا دوب بس هتشتغل موصلات يتوصلها للبيت طيب يا ستي كتر خيرك الله يخليك يا ست عواص ربنا يستر يلا سامع عليك بقول لك ايوه بكير معلش يا اخويا انا كنت قصدك في خدمه الله بتتكلم انت في ايه هو انا غريب عنك ده زي اخوك قولي يا اخويا ربنا يديم بينا المعروف ولا يدخل بينا شيطان امين انا كنت
كنت عايزاك يعني تشوف لي مخبر ولا امين شرطه في الاسم اللي انا تابعه ليه في منطقتي هناك. يعني ما تخافش، لا تفكر يعني انا عامله حاجه غلط وعايزه اللي يحميني. انا يا اخويا استحال اضرك ولا اضر حد من طرفك. عيب عليك يا ست عاطف اللي بتقولي دي، هو انا محتاج اسمع منك الكلام ده؟ هو انت عشره امبارح ده انت عشره عمر بحاله يا ام عبد الله؟ انا بقول يعني لو تعرف حد يبقى في ظهري، اصل الدنيا تشقلب حالها بكير. يعني لا حد بيراعي لا ست ولا سن ولا اي حاجه في الدنيا دلوقتي. البلطجيه ماله البلد بس كده؟ ده من عينيا الاتنين يا ست الكل. سبحان الله، شوفي افتكرت واحد شغال في الداخليه، انا هشوفه هو فين وان شاء الله باذن الله هو يخدمنا ويعمل المطلوب. والله المستعان. يا رب يسمع من بقك ربنا يا بكير. امين امين، يسمع من بقك ربنا. مع الف سلامه. سلام في رعايتك. يلا بقى انا همشي بقى، مع السلامه. دي للعيال. ماشي متشكرين. ربنا يسترك يا رب. مع الف سلام. مع السلام. وربنا بتحبني اكتر من اختي. وقال لها والمطر ينهمر بين الاخصان. ايوه يا حبيبي، ان الفراق محتما علينا معا. كردي هيمشي مش كده؟ ولكنني رغم جرح الثقيل الذي احمله على صدري. صدر ولد ولا بنت؟ ولد ولد. أمال إيه صدر ده؟ يقصد مكنون الألم، فهمتي؟ ضربوه بالألم؟ مين ضربوه؟ أنا قلت ضربوه بالألم دلوقتي؟ مزوع لما البيت جت وراح جاري من الملك وراح جاي في ضربته بالألم؟ يا طاط حرام عليك، القصة أهي، القصة أهي. القصة قصة فاشلة أصلاً. هو في حد يحب واحدة ويطلع من الآخر عنده ألم في صدره؟ سيدرو سيدرو مين؟ أنا قلت سيدرو؟ مش سيدرو بتقولي إنه كان مجنون؟ مين ده اللي مجنون يا قطاطة؟ حرام عليكي، أنا سكتلك من أول ما بدأت أقرالك الزفتة دي وإنتي عمالة بلي 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 بلي. إيه بقى اسكتي؟ ممكن بقى تحكيلي شوية؟ بلي 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 بلي. إيه بقى ده إن شاء الله؟ مش سيدرو بتقولي إن أنا بتكلم كده؟ خلاص أنا هكلمه كده. طب أم سوري، ممكن بقى تحكي بجد؟ هيك علي إيه؟ الليمبي هيكون إيه يعني؟ قريبي الليمبي ها؟ فتحية بسبوسة من الوقت عشان شاء قضايا النودة. خلاص مش قادر. من لحظة وصوله هو طريح الفراش ونفس الكلام بيعيد ويزيد فيه، نفس المشكل. أنا مش قادر أحتمل، أنا متضجر متضجر. وعلى المتضجر اللي قلت متضجر. اتفضل. شايف؟ روى يا علي يا ويكا، بكرة يقوم ويبقى زي الفل. أولاً أنا ما بحبش علي يا ويكا دي، أنت تعرف يعني ويكا؟ خالص. يبقى ما تقوليش علي يا ويكا دي تاني. أنا عارف يعني ويكا. اتفضل. يعني إيه؟ ويكا يعني واد مش مظبوط، غويشة يعني. اتفضل. حتى وهو نايم بيسخر مني وبيوبخني. مش ده اللي انقذك من رصاصة البرنس علاء؟ يا ريت كان القدر وقعها في صدري، كان ساعتها انجي هتيجي تزورني انا مش هو. انا متضجر متضجر. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انا مش قادر اصدق وداني يا ابني. ما هي الفتيجي بتجيب معاها زيارة تكفينا كلنا، ايش بط على حمام على فراخ على وز. لكن يا والدي انا بحبها، بحب انجي يا والدي. حبي ليها حب عذري اقوى من البط والوز وكل الامور الدنيويه دي. اذا ما كانتش القسمه معاها حب بطها حب وزها، لكن ما تخسرش كل حاجه يا ابني. ده كفايه البيض اللي بتجيبه. ربنا يكملك بعقلك يا ابو علي. اصيله يا ام علي. هروح اذبح بطتين. احجزي لي الزلموكه. زلموكه ايه يا والدي؟ انا طيور البلد كلها بزغللها ببيضها، ما تعوضنيش عن انجي. كبر لكم كبر لكم كلكم. يا ابني اخوها مش هيسيبك في حالك، لان هو ابن الاكابر وانت ابن الجنيني. ابن الجنيني ابن الجنيني. بس انت بتعايرني يابا عشان انا ابن الجنيني. عايرك عايرك ايه يا ابني اذا كنت انا الجنيني؟ خلاص خلاص يا والدي، اوعى تفتكرني بستعر منك. انت طينك ووسخك شرف على راسي وعلى راس انا كمان يابا. صحيح ولاد حرام. يا ريس عبد واحد، يا ريس عبد واحد. ايوه
مين؟ سمو الأميرة. سمو الأميرة؟ نهاركم سعيد. نهارك سعيد مبارك. افتح الباب عشان فستان سمو الأميرة. أهلا وسهلا. إيه الأنوار دي؟ أهلا بيكي، نورتي الدار. يا ألف أهلا وسهلا. إيه الأنوار دي؟ أنت نورتينا. اتفضلي يا سمو الأميرة، اتفضلي. نهارك سعيد. يا أهلا أهلا، أنا مش قادر أصدق عليا. اتفضلي سعادتك. يا ألف أهلا وسهلا، يا ألفين مرحبا، يا 3000 قطعة. يا سيدي خلاص يا سيدي، أنت بتنزل الباص قوطة، خلاص. لمبي فندي، ما تتصورش الضنين اللي عشته بعد إصابتك بالطلق الناغي في صدرك. لا أنا الرصاصة ما جاتش في صدري، ما جاتش في الصدر. ده هو ضربني بالبندقية بعدها في صدري، بس هي سمعت في صدري. بقول لك أنا كنت. لا كفاية، مش من الضرورة إنك تتحرك. أنا كنت عايز أبوس إيديكي وأبوسك وأشكرك على اللي أنتي بتعمليه معايا ده. أنت منهك ومحتاج ترتاح. مهنك ومحتاج ترتاح. صحيح أنا إيه اللي جابني المكان ده؟ مكاننا عارف نقول. ومن الراجل المقاول اللي واقف ده؟ عرفتك على فكرة. تعالى عايز أقول لك ولا حاجة. يعني الراجل اللي واقف ده بشكل الإشكيب ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم. خلي بالك. الحكيم قال كده. الحكيم قال إنه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفة. مين ده يعني؟ ده أبويا يا لمبي فندم. الجنايني؟ بس ما تقولش جنايني. أيوه يا ابني. الحمد لله على السلامة. ربنا يهديك. بقولك إيه؟ أنا جعان. يا حرام، أنتوا ما بتأكلهوش يا غيس عبد الواحد، ما لكمش حق. مين قال كده؟ عارفة جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، أكلهم كلهم. طب اسألي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لمبي فندي. أيوه. أنا جايبة لك حاجة هتحوز على إعجابك. أيوه إيه يا ترى؟ جايبة لي كندبيط؟ لا. ليبيا؟ لا. أمال إيه؟ دي حاجة شهية خالص. أغني خدام. الواد ده خدام أصيل. اتفضل يا لمبي فندي. طعمية. لا والنبي، جايبة لي طعمية؟ سنين وأنا بسمع عنها، قلت أفاجئك. سنين بتسمع عن الطعمية؟ أنا سنين بقى مفروض مع الطعمية. دوق الطعامة. حقيقي عجبتك؟ بخا هجيب لك كمان. هي ايه خفيفة شوية ولا ايه؟ انت تعرفوها اكتر مني. شيء جميل اني قدرت اجلب السعادة لقلبك. هو انت جلبت السعادة لقلبي وبس؟ ده كفاية دي جلبت الحموضة على جهاز العظم كله. ايه ده حد عض في ايدي اهو اهو. شاهد الطعمية تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجة مني. بقولك كده يا سمو السميرة، أنا في حد قاعد جنبي هنا عايز أعرف مين ده، لأنه تقريبا سمع كل اللي إحنا بنقوله. هي في حاجة عندها؟ ها؟ الأزمة؟ جت الأزمة. أنا سعيد قوي ومبسوط قوي يعني عشان أنت نجتيني وشفتيني وبنت جدعة بصراحة. إيه تطلب المرأة غير حب مجرد من كل غاية؟ حب مجرد من كل غاية إزاي؟ على فكرة أنت حلوة قوي ويعني عندنا في المنطقة بتاعتنا بنسمي البنت الحلوة قوي بنسميها مزة. الحقيقة واضح إن الطيش تسلط علينا. البنت دي كانت عبيطة وصغيرة ولا إيه؟ أوهو لمبي فندي، إنشي أنا مهنك القوى. أجيب لك كونسولتو؟ لا الكلسون حلو بس ضيق شوية عليا. أنت لازم تسافر حلوان تغير هوا يومين. مش عارف أنا حاسس كده ناحيتك فيه حنان. حنان
أنا بعيش أرق عطفة عشتها في حياتي. أيوة بقولك إيه؟ أخبار أخوكم تيوبلتس إيه؟ أحب أقولك إنه حائل بيني وبين السعادة، وكل يوم يرجع البيت سكران وريحته تخمر مجوغ عجين، لدرجة إنه تهكم عليا بكلامه امبارح. مش عارف الواد ده كان بياكل الزبادة اللي موجودة في قلب القصر عندكم ولا إيه؟ المهم إن أنت أهنتي؟ طبعاً أهنته وقلت له يا دون الدون يا أوحش ما يكون. برافو عليك إنك مسحتي بالأرض يا توني التون دي. خلينا نغير الموضوع الوحش ده. أنا حاسة إن مزاجي النهاردة منحرف شوية. تعال نركب العربية. اوعى يا ابني اوعى يا ابني. اطلعي على اقرب حداد، عايز اشيل الكتف ده. ابو اخويا الدراع رجعني بدايه خلاص قديم. يا حريف يا سلام اتعشى بيه. ايش يا سلام اتعشى بيه. طاري سلام. انت ده تسعيد قوي. ايش سلام اعوذ بالله اتعشى بيه. لان انت هل تفتكر بايش بتاعتك اللي انت بتقولها دي في حد هيديك حاجه؟ ده هيكرهوك الناس. بلاش غناسه، خلي يبقى ليك طله. انت ايه ثقيل؟ في حد بيضحك كده؟ ايش سلام يا غدا اسكب ببقك وبوشك اللي بتاع ابن عمك ده. ايه يا عم المتسول؟ الله مش فاضي انا هتقعد تقول لي ايش ومش ايش. عندي كنز وهم وعندي جدي هريسه بدور عليه مش لاقيه يا اخي. مش ناقصاك بقى ده. ايه ده كنز؟ جد اسمه هريسه؟ انت مين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا عم؟ انت بتصنع التسول؟ يا خلص والمصحف خلص ده سقيل. كان لازم اساله هو مين واشوف العلامه. تعريف يا سلام اتعشى بيه. ايه الضحكة الخنيقة اللي انت بتعمليها دي؟ اوعى تكون يا لمبة فندي بتقلس عليا اوديك الكراكون. لا طبعا انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل اعاني من ارق شديد. ايوه كان عنده قرف، عنده قرف شديد. انا كمان الدنيا مش سيعاني، انما انت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سهاد. عنده سعاد؟ عندك سعاد؟ يا راجل ابعد. ايه امك وابوك الكبار دول يعني مش حرام ان انت تستقبلهم؟ اي نعم امك ميته ومش واخده بالها، بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم نايمين؟ عندك يا لمبه فندي انا انقى عن فعل اي افعال مشينه زي دي. وكمان مشيره يعني سعاد وقلنا ماشي، وتروح لها كمان مشيره وفي وشها؟ عيب بقى مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم، هديها عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا لمبه فندي انا مش فاهم مقصدك. على فكره الواد ده شكله طمعان في ثروتك. لا يا لمبه فندي، علي صاحب قلب صادق ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لان وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل، هي عرفت عليك نادر يا عم عشان انت تعرف سعاد ومشيرة، هي من حقها انها تعرف نادر كمان. لمبة فندي ايوه تسمح لي اسألك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا انت تسأل اي سؤال في الديليكا في البلاكار في اي حاجة اسألي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف حقول ايه، بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زماننا اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده بيقولك ايه
ابوح يا ابوح، كلب العرب مبوح. كلب؟ كلب اللي هو هنا هو ده. قلب؟ نعم؟ قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكة شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي واي عبط بالضحكة الغلط اللي بتعمليه. أنا استحيل أوافق على جوازك من علي ابن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلي إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي، الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي، الإنسان اللي وهبلي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوك أرجوكي ما تكمليش. الليمبي يا فندي. ليمبي؟ حد كان يصدع كده؟ ليمبي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين، ممكن يكون من أصل متدني، المهم إني حسيت تجاهه بعطفة سيطرت على شغاف فؤادي. أنا أعتقد إني أشعر بحبه. يا إنجي وصرفي نظر عن الجوازة دي، يبدو ان الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن اتراجع، انا خلاص هكتغم بالليمبي فندي. طب وحبنا يا انجي؟ حبنا يجب عليك يا علي ان تشعر بشعوري وتسعى لاسعادي. اعذرني يا علي. انت بتعايريني عشان انا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيرة والدك يا علي؟ رئيس عبد الواحد اهمل الجنينة لدرجة ان الورد دبل واصبح حزين. كنت اتمنى انه الليمبي فندي يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ستخو، انت غاوية ولاد الجنينية ولا ايه؟ مش افضل من انه يكون خباص وليلاتي سكير؟ انا هشم راس اللي اسمه الليمبي ده، حيث كده انا موافق على جوازتك من علي بن الجنيني، انما الليمبي جامي. انا خلاص اعطيت كلمة للليمبي فندي. أرجوكي تراجعي يا إنجي، تراجعي وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقظ نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي ليمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك، إنما الركع على الأخلاق. كده كده. طب اتفضلي على أوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وأنا أنا مين اللي هيروحني؟ أنا كنت أتمنى أوصلك، بس أنا عايزك في كلمتين على انفراد الأول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعال. أنا أطمر للليمبي كل الحقد. وكل دي كمان، افتح بقك شوية. أصل البق صغنن. بس كفاية بقى، لحسن المسانة اتملت عندي. خلاص. لا قولي لي يا إنجي، هو أنت فين بابا وفين ماما؟ فرشي ولا ايه؟ انا ماليش حد ارتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ ليه انت واخده ازاله ولا ايه؟ انت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ يا ناس بيضحكوا وقلوبهم داميه. القلب الصغنطط ده لسه حدا يكون في باميه ابدا. انا لازم امشي بقى اغفر. لازم اوسطنك. لا خليك، انت لسه جرحك بليغ يا ستي. بليغ ملحن اكسجين وانا عارف مضبوط. ده الناس بتاعت انجل ما كنتش دخلت من قبل. تيجي من اقرب الناس ليه؟ انا ايه يا عم، تاخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير سعيده. عاجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى.
ترجمة نانسي قنقر.